بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع تلاميذ الثانية ابتدائي، حلول دفتر الأنشطة. درنا الحلول تاع الأسبوع الأول اللي هو الحياة المدرسية الوحدة الأولى. هذا المرة راح نديرو الوحدة الثانية اللي هي في ساحة العلم ولا في ساحة المدرسة. الوحدة الثانية طيب، الوحدة الثانية اللي هي بعنوان في ساحة المدرسة هذه. طيب، طلبوا مني أنه نفتح ندير الحلول قبل ما يدخلوا. احنا الأسبوع المقبل بندخلوا في الوحدة هذه، أسبوع المقبل الوحدة الثانية كما راكم تشوفوا الحياة المدرسية رقم 2 اللي هي الوحدة الثانية. نبدأ بالصفحة 8. أوظف السيغ. أكتب يا والآن مكان النقط. قالت الأم موعد المراجعة علي. أركب جملتين مفيدتين، أوظف في الجملة الأولى يا وفي الجملة الثانية الآن. طيب، نشوفه في التصحيح. قالت الأم الآن موعد المراجعة يا علي. يا عائشة لا تضيعي وقتك. الجملة الثانية الآن موعد الدراسة. روح التمرين الثاني. أفهم وأجيب. أجيب عن الأسئلة إجابة كاملة. متى توقفت الحركة والنشاط في الساحة؟ أعد كتابة الجملة واستبدل الكلمة الملونة بمرادفها. انتهى الحفل فانصرفنا إلى بيوتنا. توقفت الحركة والنشاط في الساحة عندما دق الجرس. انتهى الحفل فانصرفنا إلى بيوتنا. نبدلها بالمرادف. انتهى الحفل فذهبنا إلى بيوتنا. التمرين الثالث. أكمل الجملة حسب المثال. أنت تحب اللعبة. أنت تحبين اللعبة. أنتن تلعبن الكرة. أنتم. أنت كتبت الدرس. أنت الدرس. وظف تركيب اللغوية. أنت تحب اللعبة. أنت تحبين اللعبة. أنتن تلعبن الكرة. أنتم تلعبون الكرة. أنت كتبت الدرس. أنت كتبت الدرس. أنت كتبت الدرس. طيب، أثري لغتي. أضع في دائرة الكلمات التي ترتبط بالمدرسة. المجلة، الكتاب، الكرة، القراءة، الرسم، صفحة، قصة، مكتب، كرسي، السوق، الدراجة. كلمات اللي عندهم علاقة ولا موجودين في المدرسة نديرهم في دائرة. إذن الكتاب موجود في المدرسة، القراءة في المدرسة، الرسم في المدرسة، صفحة في المدرسة، قصة في المدرسة، مكتب في المدرسة، وكرسي في المدرسة. هذه الأشياء التي نجدها في المدرسة. طيب، الخط والكتابة. يكتب التلميذ. الحرفان تاع الأسبوع المقبل هما حرف الطاء وحرف التاء. يكتب التاء بالفتحة الطويلة طاء، ويكتب التاء بالكسرة الطويلة تي، ويكتب طاولة ممحاة. طاولة ممحاة. إملاء. استمع جيدا ثم اكتب. على سبيل المثال قلنا حرف الطاء وحرف التاء. طيب، الخط كما شفنا يكتبهم التلميذ عادي. مطارية، والشدة في الطاء. مطارية. عطلة. بيت. عمارة. يدير إملاء لهذه الكلمات. أنتج كتابيا. أرتب الكلمات المشوشة وأكون جملة مفيدة. التلاميذ، العلم، اصطفى، سارية، أمامة. هذه الكلمات يرتبها ليحصل على جملة مفيدة ويعيد كتابتها. اصطفى، شدة في الفاء.
اصطف التلاميذ أمام سارية العلم. طيب، التربية الإسلامية، التربية الإسلامية الأسبوع المقبل هو فضل العلم، فضل العلم. أكمل الفراغ، حث الإسلام على طلب العلم، وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل. أضع سطرا تحت الكلمات الصحيحة. طلب العلم يكون بالصبر، بالاجتهاد، بكثرة المطالعة، بالتفرج على التلفاز، باللعب بالكرة، باحترام المعلم، بقراءة الكتب. نشوفوا الحل. حث الإسلام على طلب العلم، وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. أضع سطرا تحت الكلمات صحيح. طلب العلم يكون بالصبر، يكون بالاجتهاد، يكون بكثرة المطالعة، يكون باحترام المعلم، ويكون بقراءة الكتب، الكلمات التي تحتها السطر. إذن هذا هو حلول دفتر النشاطات تاع الأسبوع المقبل، الوحدة الثانية مع التربية الإسلامية، اللي هو فضل العلم، فضل العلم. طيب، نروحوا لدفتر النشاطات، نروحوا لدفتر النشاطات في الرياضيات. الأسبوع المقبل عدنا ثلاث دروس في الرياضيات، عدنا جدول ذو المدخلين، وعندنا تعيين مواقع في الفضاء، وعدنا مقارنة الأعداد إلى 29. نبدأ الجدول ذو المدخلين. وزعت ليلى على أصدقائها كريات حمراء وأخرى صفراء للعب كما هو موضح، لاحظ الجدول وأجب عن الأسئلة لكي تعرف كم كرية أخذ كل واحد منها. أمين 9 كريات حمراء و6 صفراء، مصطفى 5 حمراء و7 صفراء، أيمن 15 حمراء و4 صفراء، رائد 13 كرية حمراء ولم يأخذ شيئا من الكريات الصفراء. الأسئلة: كم كرية صفراء يملك أمين؟ أمين كم يملك من الكريات الصفراء؟ أمين يملك 4 كريات صفراء. أمين مش أيمن، أمين يملك، أمين أمين يملك، أمين 6 كريات صفراء. إذن يملك أمين 6 كريات صفراء، هنا نكتب 6 كريات صفراء. كم كرية حمراء يملك مصطفى؟ يملك مصطفى الكريات الحمراء، مصطفى الكريات الحمراء يملك 5، يملك مصطفى 5 كريات حمراء. ما هو عدد كل الكريات التي يملكها مصطفى؟ كل الكريات معنى الحمراء والصفراء عند مصطفى. إذن 15 + 7 = 12. عدد كل الكريات التي يملكها مصطفى هو 12 كرية. من يملك الكريات الحمراء أكثر؟ فالحمراء شكون اللي عنده بزاف؟ أيمن هو الذي يملك أكبر عدد من الكريات الحمراء. ما هو عدد كل الكريات الصفراء التي وزعتها ليلى على أصدقائها؟ عدد كل الكريات الصفراء التي وزعتها ليلى هي 9 صفراء، هذا 6 + 7 + 4 + 0. 6 + 7 + 4 + 0 تساوي 17. إذن هنا نكتب 17. نروحوا الأبحاث، أكملي الجدول. 1 2 3 4 5، وهنا 1 2 3، وهنا زائد. إذن 1 + 1 تساوي 2، هنايا 1 + 2، هنا نكتب 1 + 2 اللي رايفه. إذن 1 + 2 تساوي 3، هنايا 1 + 3 تساوي 4، 1 + 4 تساوي 5، هنا 1 + 5 تساوي 6. نروحوا الخانة الثانية اللي هي 2 + 1 تساوي 3، 2 + 2 تساوي 4، 2 + 3 تساوي 5، 2 + 4 تساوي 6، 2 + 5 تساوي 7. نروحوا للثلاثة، 3 + 1 تساوي 4، 3 + 2 تساوي 5، 3 + 3 تساوي 6، 3 + 4 تساوي 7، و3 + 5 تساوي 8. طيب، نروحوا للدرس الثاني. الدرس الثاني
تعيين مواقع في الفضاء. تعيين مواقع في الفضاء. لون بالبني الجمل الذي أمام الرجل. أمامه الجمل الذي أمام الرجل هو هذا، إذن اللون بالبني. وبالأصفر الجمل الذي وراه، وهذا اللون بالأصفر، رامورا هذا رامورا وهذا أمامه، إذن هذا بالبني وهذا بالأصفر. تمرين الثاني، ضع الإشارة في أمام الاقتراح الصحيح. الصياد وراء الشجرة. لا، الشجرة وراء الصياد. نعم هذه صحيحة، ندير فيه هنا. الكلب على يمين الصياد. نعم الكلب على يمين الصياد، إذا ندير هنا فيه. الكلب على يسار الصياد. لا. تمرين ثالث، لون بالأخضر بطاقة المتسابق المتقدم. اللي راه الأول كامل لونون البطاقة تاعو بالأخضر، هو الأول كامل قال لونها بالأخضر، هذا هذه لونها بالأخضر. وبالأحمر بطاقة المتسابق المتأخر، تالي قاع بالأحمر، هذا بالأحمر. لون بالأزرق بطاقة المتسابق الذي وراء المتسابق الثاني، لمراء الثاني هنا. إذن هذه، إذن هذه لونها بالأزرق، إذن هذه أخضر وهذه أزرق وهذه أحمر، والأخرين خليهم هكاك ما نلونهمش. أبحث أي منهما على صواب. البنت تقول لأخيها الكتاب الأزرق على يسارك. البنت تقول لأخيها الكتاب الأزرق على يسارك، وهو يقول لها الكتاب الأزرق على يمينك. البنت أخوها كلاهما، من هو الذي على صواب؟ كلاهما على صواب، في زوج صرا مصحاح. الكتاب الأزرق على يسار الطفل، نعم راه على يساره، وهذا الكتاب الأزرق كذلك هو على يمين البنت، إذن كلاهما، ندير علامة فيه هنا في كلاهما. طيب روح للدرس الثالث في الرياضيات اللي هو مقارنة الأعداد إلى 29. اكتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. عندنا 17 25 8 21 3. قال لك من الصغير للكبير، من الصغير للكبير. أرى أصغر عدد هو الثمانية، أصغر عدد هو الثمانية، ثمانية بعدها 13 بعدها 17 وبعدها 21 وبعدها 25. إذن 8 13 17 21 25. ولا نديروهم هنا، إيه 8 13 17 21 و 25. التمرين الثاني، أكمل كما في المثال. أكمل كما في المثال. 24 قبلها 23 ومورها 25. 12 قبلها 11 ومورها 13. 11 قبلها و13 مورها. 23 قبلها 22 ومورها 24. 18 قبلها 17 ومورها 19. 10 قبلها 9 ومورها 11. 19 قبلها 18 ومورها 20. التمرين الثالث، أحط أكبر العددين. دولك زوج الكبير فيهما ديروا في دائرة، 21 هي الكبيرة، 21 أكبر من 12 ديرها في دائرة، 17 و 27 27 أكبر من 17 في دائرة، 25 22 25 أكبر من 22. قارن باستعمال أحد الرمزين أكبر أو أصغر. 27 أكبر، إذا نديرو أكبر هاك من 7. 28 أكبر من 13. 23 أكبر من 15. 29 أكبر من 19. 18 أكبر من 12. 21 أكبر من 18. أبحث أكمل المتتاليتين المنتظمتين
للعدد أو للأعداد. إذن أكمل المتتاليتين المنتظمتين للأعداد، معناه في كل مرة نتخطى رقمين، نتخطى رقمين من السبعة تولي لي خمسة، ثلاثة. إذن ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 13 15 17 19. الثانية نحو ثلاثة، نمشو بالثلاثة الثانية. عندك ربعة سبعة 10 13 16 19 22 25 28. الأولى هذه نمشو فيها بالزوج، زوج 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 زوج، والثانية نمشو فيها بالثلاثة هكا. لاحظ هكا تخرج لي 3 5 7 9 11 13 15 17 19. في كل مرة نزيد زوج، الثانية في كل مرة نزيد ثلاثة، ربعة ونزيد لها ثلاثة سبعة، سبعة ونزيد لها ثلاثة عشرة، عشرة ونزيد لها ثلاثة 13، 13 يزيد لها 3 16، 19 يزيد لها 3 22، 22 يزيد لها 3 25، 25 يزيد لها 3 28. بارك الله فيكم. في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو والاشتراك في القناة. اللي عنده سؤال أو استفسار يخليه لي في التعليقات. بارك الله لي ولكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.